بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني يمكن احنا عايشين ظروف كورونا which is one of the life threatening viral infection. اوكي طبعا فلازم نعرف اول شيء نحكي مقدمة هيك سريعة على شو يعني فيروس، شو يعني vaccination types of viruses اللي هم الدي ان اي والار ان اي، بعدين راح نبلش بالبوسيبل تارجتس لنقتل او نقضي على الفايرال سيل. اوكي فالفيروس بتختلف عن البكتيريا، بتختلف عن الفنجاي، بتختلف عن معظم انواع اللي هي الباثوجينيك انها نون سيلولر. ان جنرال الفيروس is a dead ممكن نحكي organism outside the host cell. It depends on the host pathways, the host metabolism, the host replication in order to grow and replicate and divide. ماشي؟ إذن it is non-cellular infectious agent which will take over the host cell in order to survive and multiply. إذن outside the host cell بتكون dead body. تمام؟ طيب طبعا الفيرال infection يعني can target any living organism. ففي عندنا مثلا viruses specific for the bacterial cell. في عندي viruses targeting the plant. Viruses targeting animals. Okay? وفي عندنا أكثر من 400 نوع targeting what? The human individuals. تمام؟ طيب. طبعاً إحنا بنعرف إنه الفيروس عادة بنتشر between individuals. فممكن ينتشر between human and human، ممكن ينتقل من animal to human، وزي ما شفنا الكورونا في يعني بالبداية كانت animal vector، يعني انتقلت من ال animals زي ما معظم ال reports أو التقارير حكت انتقلت من الخفافيش. طبعا هو نص الله أعلم. anyway وفي عنا بعض أنواع الفيروسز transmitted by insects. أوكي فتختلف طبعا باختلاف نوع الفيرال سيل اللي بده ينتقل من هاي الحيوانات أو هاي الحشرات للهيومن أو العكس. يعني ممكن كمان الفيروس ينتقل من الهيومن للأنيمال، بعدين الأنيمال يكون عبارة عن ريزيرفوار لينقل هاي المواد او هاي الفيروس للاذر هيومن اند اذر انيمالز. اوكي معي شباب؟ معك دكتور. طيب هسه طرق انتقال الفيروسز mainly طبعا through airborne، يعني through air particles او droplets، زي مثلا الفلو فيروس، الشيكن بوكس، الميسلس، المامبس، النيمونيا، فيرال نيمونيا، روبيلا، سمول بوكس. هذول كلهم عن طريق الايربورن، وبنضيف عليهم الكورونا فيروس او الكوفيد 19. بنتقل كمان عن طريق الايربورن سنيزنج كافينج هاي الشغلات. وفي عندنا بعض انواع الفيرال انفكشن تنتقل ثرو انسكت بايتس اللي هي لسعات الحشرات زي اليلو فيبر فيروس. وفي عنا إشي بنتقل عن طريق الأكل أو المي زي مثلا هيباتيتس A، هيباتيتس E، البوليو، مايلايتس، والفيرال غاسترو انترايتس. يعني الغاسترو انترايتس مش بالضرورة تكون بكتيريال انفكشن. في بعض الحالات بنعطي أنتي بكتيريال ايجنت للغاسترو انترايتس وما بيستفيد عليها المريض، فبتكون عبارة عن viral infections بس ما بتكون life threatening. يعني ممكن خلال أيام
الاميون سيستم يعني يكون قادر انه يقضي على هذا النوع من الانفكشن وما تكون اي مشكله. طيب خلينا نستعرض مع بعض الابيديميكس او اللي هي الفيروسز اللي كانت وبائيات ووصلت لمرحلة الوباء، يعني انتشرت في مناطق واسعة مش بأقاليم، لأن احنا نعرف انه في شيء اسمه ابيديميك وفي شيء اسمه بانديميك، صح؟ واندميك. اندميك مينلي بتكون محصورة في اقليم معين، الابيديميك بتكون في اكثر من دولة، يعني بتكون انتشارها اوسع. فمثلا السمول بوكس، طبعا السمول بوكس كان من احد الاسباب الرئيسية لانهيار الامبراطورية الرومانية، فتخيلوا في عندنا الفلو فيروس، مع انه nowadays الفلو فيروس لا يعتبر يعني من لايف ثريتنينج، بس في ذلك الوقت كانت الناس تموت من الحمى، يعني ما كان في يعني حلول للعلاج، حتى يعني كانوا الناس بس تموت من ارتفاع درجات الحرارة. تخيل الفلو فيروس كانت بانديميك بال 1918 ل 1919 وأدت لوفاة أكثر من 20 مليون شخص. طبعا الـ HIV ما زال يعتبر من أكثر الـ viral infection يعني إماتة، ممكن نعتبره and almost 30 million died من 1980 لغاية وقتنا الحالي. طيب في عنا SARS أكيد سمعنا فيه، اللي هو السيفير أكيوت ريسبيراتوري سيندروم، طبعا اللي انتشر في معظم دول شرق آسيا ومش من زمان، يمكن من 20 سنة أو أقل. في عنا الإيبولا فيروس، وناوديز في عنا الكورونا فيروس اللي للآن تقريبا في عنا 3,500,000 وفاة وأكثر من 170 مليون إصابة worldwide. فالشغلة مش شغلة سهلة. طبعا الفيرال انفكشنز في كثير من الحالات ممكن تكون deadly. So we must find suitable solutions. We must find suitable preventive measures زي الفاكسينيشن to prevent the occurrence of the disease. لأنه بحكي لنا في طبعا مقولة اللي هي الوقاية خير من ألف علاج، صح ولا غلط؟ فرح نحكي اليوم عن أنواع الفيرال سيلز، وراح ممكن نوصل لعند بداية اللي هي الديزاين of antiviral agents and what are the possible biological targets for these types of antiviral drugs. طيب واضح شباب الحكي اللي حكيناه؟ في أحد عنده أي ملاحظة أي مداخلة؟ كل شيء واضح دكتور. طيب هسه نبلش بالستركشر تبع الفيرال سيل. طبعا في كثير كتب تعتبر الفيرال سيل it is a protein package transmitting foreign nucleic acid، يعني هو عبارة عن حلقة بروتين جواها نيوكليوس أو سوري نيوكليك أسيد. ممكن هاي نيوكليك أسيد تكون RNA، ممكن تكون DNA. أكيد أخذتوها بيمكن المايكروبيولوجي، مش عارف في حدا أخذ عن الفيروسز قبل هذا الكورس؟ ولا ما أخذته؟ سمعوني صوتك شباب، خلينا نسأل بالمايكرو دكتور. أتوقع بالمايكرو أتوقع، ولا أخذتوها؟ يا نور، نور الخميس. نعم دكتور، أخذتوها قبل هيك الفيروس؟ يعني انشرحت لكم في مادة أو أخذناها بالمايكرو عند الدكتور علاء. أها تمام. وعلى ما أظن يمكن تنعاد كمان شوية عن الإميونيتي المناعة كمان. anyway فإحنا خلينا بس هيك يعني تذكير، نذكر حالنا بأهم الخصائص اللي بتميز الفيرال سيل.
زي ما حكينا بكون جواها نيوكليك أسيد، ممكن يكون RNA، ممكن تكون DNA. طبعاً هاي النيوكليك أسيد مهمة because it will code for a variety of enzymes and proteins that are essential for the viral survival and viral replication. أنواعها في عنا RNA virus اللي ممكن تكون single strand، ممكن تكون double strand، مش موضوعنا طبعاً. وفي عنا DNA virus اللي هي كمان ممكن تكون double strand، ممكن تكون single strand. أوكي؟ هاي الشغلات ما تركزوا عليها كثير، ما بدنا، مش راح نتطرق لها، اللي هي ال detailed structural features تبعات الفيرال سيل. بس in general زي ما حكينا الفيروس بيحتوي على نيوكليك أسيد backed within a protein code. إذن في عندي أنا ممبرين، وفي عندي بالممبرين هذا اللي هو السيرفس بروتينز أو اللي بنسميهم الجلايكو بروتينز. أوكي؟ طبعاً الكابسيد، الكابسيد هي عبارة عن البروتين سب يونت. هاي الكابسيد اللي بتكون مغلفة لنيوكليك أسيد. لنيوكليك أسيد مع الكابسيد بنسميها نيوكليو كابسيد. أوكي؟ And the whole virus is called virion. فهي المصطلحات بنعرفها. إذن the envelope is the capsid مع النيوكليك أسيد بنسميه نيوكليو كابسيد. The whole viral أو the complete viral cell it is called the virion. طبعاً الفيروس تختلف بأحجامها. في عنا viruses بتكون very very small، ممكن توصل ل 10 نانومتر، وفي عنا virus relatively large أو ممكن توصل للمايكروميترز. هسا الكوفيد 19 مين بيعرف هل هو من الفيروسز الصغيرة والفيروس اللي ريتيفلي كبيرة؟ من كثر ما سمعنا عن الكوفيد مين بيعرف؟ دكتور كبير. بالضبط، هو من الفيروسز اللي حجمها ريتيفلي larger than the other viral cells، والانفلوب تبعه بيميزه الأويلي كاركترستيكس compared to the other viral cell. فلهذا السبب نرجع بنأكد على نقطة مهمة، إنه الماسكس أو الكمامات تعتبر صراحة من أنجع الطرق لمنع اللي هي انتشار الفيروس، يعني إلها القدرة إنها تمسك بالكوفيد 19. طبعاً أنا ما بحكي عن 100% protection، بس بضل إشي something relative. يعني إذا أنت حكيت لك قارن بين واحد لابس كمامة وواحد مش لابس كمامة، مين بتوقع يكون الانفكشن عنده heavier، اللي معه كمامة ولا بدون كمامة؟ اللي بدون كمامة. بالضبط، اللي معه كمامة طبعا راح يكون أخف، اللي بدون كمامة راح يكون الانفكشن أكبر. ودائما بنرجع بنأكد على نقطة مهمة، إنه يدخل على جسمك عدد قليل من الفيرال سيل أحسن بكثير ما يدخل على جسمك heavy أو large quantity of viral cells. فالناس اللي بتحكي يا عمي الماسكات والكمامات يا عمي ما إلها أي فائدة، هذا كلام مش صحيح. والدليل إنه في كثير دول استخدمت الكمامة والأعداد قاعدة بتقل عندهم بشكل كبير، ومن أشهر مش جديد، يعني من أشهر الأعداد عندهم تقريبا ثابتة. فالالتزام صراحة يعني هو أكبر طريق للتخلص من هذا الوباء. طيب، واللي بيميزه زي ما حكينا إنه الكوفيد 19 it's a large viral cell so it can be absorbed, it can be captured by the mask. مفهوم شباب؟ طيب، طبعا زي ما حكينا السطح الخارجي بيحتوي على السيرفس بروتينز اللي هم الفيرال بروتينز نسميهم،
فمثلا في بعض الفيروس فيها الهيماجلوتينين، في النيورامينيديز مثلا، وفي عندنا عديد من الفيرال سيل اللي بتحتوي على مجموعة بسيطة من الإنزيمز. راح نلاحظ إنه الإنزيمز لما نقارن الفيرال سيل بالبكتيريا سيل لا تقارن من ناحية عدد الإنزيمز الموجودة، وهاي مشكلة بنواجهها بالفيرال سيل because we don't have large number of enzymes and receptors inside the viral cell. The viral cell is considered what? A hard target. شو يعني hard target؟ يعني صعب إنه نعالجه. بالضبط، هدف صعب. لما يكون في عندي أنا أكثر من target enzymes أو receptors، فأنا بكون في عندي أكثر من option. إذا واحد ما زبط بروح بعمل inhibition the other enzyme، فبصير في عندك انت alternative medications. راح تلاحظوا معنا بالفيرال سيل هم بس عندي DNA polymerase، RNA polymerase، وفي عندي بنسميه ايش، بنسميه transcriptase enzyme، وفي عندي protease enzyme. تقريبا هذول الثلاثة او اربعة enzymes فقط اللي بنلاحظهم وبنشوفهم بالفيرال سيل. فهي أول سبب ليش الفيرال سيل is a hard target. طبعا في عنا أسباب ثانية راح نحكي عنها بعد شوي. طيب طبعا أحجام أو أشكال الفيرال سيل ما بتهمني، فما راح أسألكم عن الأشكال تبعتها، بس في عنا viruses بتكون cubic، في إشي helical، وفي إشي complex with different shape. شيء ovoid، شيء break، شيء pleomorphic. anyway، تسمية الفيرال سيل بناء على الفاميلي تبعته، وعادة معظم الفيرال سيل بتنتهي بفيريدي مثلا بوكسيريدي مثلا، وفي عنا الجينس نيم ممكن end with virus مثلا بوكس فيروس، فبنتهي اللي شو اسمه بوليو فيروس مثلا، أدينو فيروس، ريترو فيروس. واضح؟ فهي مسميات تبعت الفيرال سيلز. هذا 3 dimensional structure للشكل تبع الفيرال سيل، وبنلاحظه هنا تحت الإلكترون مايكروسكوب. طبعا هاي اللي هي السبوتس هي عبارة عن إيش؟ مين بيعرف؟ جلايكو. بالضبط، جلايكو بروتين، سيرفيس جلايكو بروتين، وفي عنا هون الكابسيد زي ما حكينا، وفي عنا داخل الكابسيد اللي هي النيوكليك أسيد. طيب بالنسبة للي هي دورة حياة الفيروس، بتبلش بالأدزوربشن. طلعوا هون عندي، طبعا هون تخيلوا هذا الفيروس عبارة عن DNA فيروس، تمام؟ لأنه حكينا في عنا نوعين، يعني مثلا الهيربس، عارفين الهيربس؟ الهيربس شو بيعمل انفكشن؟ مين بيعرف؟ superficial infection. زي ايش تقريبا؟ الكولد سور. سمعتوا بالكولد سور؟ دكتور. اللي هي بالعامية شو بنسميها؟ حمو. لا، الحمو داخل اللثة اللي هي النفطة، نفطة البرد. طبعا نفطة البرد عادة بتكون على الشفايف، هي زي بقعة زهرية هيك، ويعني اتشي. هاي من أشهر الهيربس انفكشنز. وفي عنا كمان هيربس بتصيب المناطق التناسلية كمان، يعني في كثير
يعني infections بالهربس، هربس زوستر، هربس سيمبلكس and so on. طيب هو نوع من انواع الدي ان اي فيروس. هسه الدي ان اي فيروس بصير عندي adsorption، وتلاحظوا معي اللي بيلعب دور كبير بالadsorption مين هو؟ السبايك الجلايكوبروتين. بحالة الكوفيد زي ما حكت مين حكى؟ سبايك. أنا دكتور. طبعا السبايك بروتين الموجودة بالكوفيد 19 فهو مهمة بالأدزوربشن على السيل ممبرين تبع الهوست سيل. بعدين بصير عندي بنتريشن، بيلتحم الممبرين تبع الفيروس مع الممبرين تبع الهوست سيل وبدخل لنيوكليو كابسيد. بعدين بنفتح لنيوكليو كابسيد انكوتينج، والدي ان اي تبعت الفيروس بتدخل وين؟ جوا الدي ان اي تبعت مين؟ الهوست سيل. شو الهدف؟ بدها تعتمد على الدي ان اي ريبليكيشن اند ترانسكريبشن عشان تصنع الام ار ان اي. فاذا الهوست سيل هي اللي راح تصنع الام ار ان اي تبع الفيرال سيل. هسا الام ار ان اي وين راح يطلع؟ السيتوبلازم. شو راح يتصنع منه؟ دي ان اي. راح يتصنع، لا طبعا الام ار ان اي، ام ار ان اي كيف بده يتصنع منه دي ان اي؟ هسا يتصنع صار منها مالتيبل كوبيز. هسا الدي ان اي تبعت الفيروس صار لها مالتيبل كوبي طلعت، بعدين الام ار ان اي راح تدخل بالرايبوزوم، شو يتصنع منها؟ الفيرال بروتينز. يعني تخيل هيك الشكل، يعني هون شوفي عندي، عندي هون الرايبوزوم دخل المسنجر، شو بطلع منه؟ اللي هو البروتينز، بغض النظر جلايكوبروتينز او حتى الانزيمز اللي حكينا عنهم قبل شويه. هذا طبعا وين بروح؟ بروح بيلتحم مع الممبرين تبع الهوست، بعدين النيوكليوكابسيد بتطلع بتاخذ معها جزء من الهوست ممبرين اللي بنسميها العمليه هاي البودينج. طبعا وانس طلع الفيريون من داخل الخليه الحيوانيه، شو راح يصير بالخليه؟ شو راح يصير بالخليه؟ تتحطم. It will بالضبط. It will die. واضح؟ واضح الميكانيزم؟ هاي بالنسبة للدي ان اي فيروس. فإذا بتعتمد على الهوست دي ان اي ترانسكريبشن تو ريبليكيت. دخل فيروس واحد، شو طلع عندي؟ طلع عندي hundreds of viral cells. تخيل هذا الفيروس اللي طلع راح يعمل invasion لا كمان سيل، تخيل حجم الدمار اللي ممكن يصير إذا الريبليكيشن تبع الفيرال سيل وسرعة خروجه من الهوست سيل سريعة، فراح تكون عندي انتشار واسع. فهذا الريت بيختلف من فيروس لفيروس آخر. تمام؟ طيب نيجي على موضوع الفاكسينيشن، وأكيد سمعنا كثير عن الفاكسينيشن وصار حتى الواحد عنده فضول يعرف أكثر عن الفاكسينز ودورها. أنا ما راح أتطرق يعني لا شغلات يعني ديب الفاكسينيشن، بس أنا راح أذكركم بالشغلات المهمة والرئيسية اللي نعرفها إحنا كلنا عن الفاكسينيشن، لأنه موضوعنا إحنا مش موضوع فاكسينيشن، موضوعنا إحنا أنتي فايرال إيجنتس. أوكي؟ فالفاكسينيشن طبعاً أو التطعيم هو عبارة عن protective measure against viral infections، وكلنا بدون استثناء أخذنا
المطاعيم وإحنا صغار طبعاً على على فترات مختلفة، يعني بعد الولادة يمكن بأسابيع قليلة بأقل من شهر بنأخذ جرعة معينة من أنواع معينة من الفيروس، بعد 6 شهور بنأخذ جرعة، بعد سنة and so on. فمثلاً البوليو فيروس، الميسلس حصبة، المامبس. شو يعني مامبس؟ مين بعرف؟ مامبس يمكن انتو الصغار ما عمركم شفتوا واحد معه مامبس. طبعا المامبس هو عبارة عن ايش؟ مين بعرف؟ بالعربي طيب النكاف. بالضبط النكاف. طبعا النكاف نوع من انواع الفيرال انفكشن اللي مش يعني مش انه نحكي خطير، يعني انا وانا صغير نصبت بالمامس، مع انه يعني كنا ماخذين المطعم. طبعا مامس الفكره فيه يعني بصير عند المريض سويلينج، وخصوصا في منطقه الوجه، طبعا مع فيفر ومع يعني كثير شغلات. سمول بوكس والتشيكن بوكس طبعا بنعرفهم، اللي هم الجدري الماء والجدري المعروف اليلو فيفر. معظم هاي الشغلات احنا اخذنا لها مطاعيم واحنا صغار. طيب اول واحد اكتشف او يعني حكى عن المطاعيم ادوارد جينر. طبعا الفكره بالفاكسينيشن واكيد كلنا بنعرف انه I will introduce to our body a foreign material which have the fingerprint of the virus. زي ما حكينا قبل شوية هسا fingerprint بشكل عام للفيرال سيل هي عبارة عن إيش؟ السطح الخارجي تبع الفيروس. أوكي؟ يعني الـ host immune system will not see the nucleus, will not see the nucleic acid. هو راح يشوف ايش؟ السطح الخارجي تبع الفيرال سيل. هذا المنطق صح ولا غلط؟ يعني انت لما تتفرج على كرة هل بتشوف الجوف تبع الكرة ولا بتشوف السطح الخارجي تبع الكرة؟ السطح الخارجي. بالضبط. فاذا the host immune system will recognize the outermost surface of اللي بتكون من ايش؟ من الجلايكو بروتين، وفي حالة الكوفيد اللي هو السبايك بروتين أو البروتينات الشوكية اللي على السطح الخارجي تبع الفيروس. طبعا بنعرف، وهاي العملية طويلة ما بدي أشرح عنها، بس بشكل عام أول ما يدخل هذا الأنتيجينيك our immune system will recognize this. بصير عندي شيء بنسميه dendritic cells، بعدين dendritic cells will activate T cells and B cells، بعدين بتكون عندي الانتيبوديز. صح ولا غلط؟ ما بدي ادخل في تفاصيلها، ما راح اسالكم عنها. طبعا الفاكسينيشن او الانتيبوديز will be stored inside our body. طبعا بتعتمد في انتيبوديز it will be stored it will be يعني بتصير هيستوري تاريخ ل 4 years من حياة الشخص بتضلها موجودة. أنواع طبعا الفاكسينز more active against DNA virus more than RNA virus. شو السبب؟ مين بيعرف؟ شباب ممكن دكتور، لأنه الـ RNA بصير له ترانسكريبشن. شو بصير؟ يعني بتحول للـ DNA. لا، بس أهم مشكلة بالـ RNA virus they are highly mutating viral cells. شو معنى الحكي هذا؟ إنه الجلايكوبروتين
اللي موجود على السيرفس تخيل شكله زي هيك مثلا، ممكن بعد أشهر قليلة يصير شكله مثلا زي هيك، أو مثلا زي هيك. ليش؟ لأنه الـ RNA تبعته على طول بصير عليها mutation بشكل سريع، وإن حكينا الـ RNA means mRNA، فإذا بيطلع عندي بروتين راح يطلع شكله مختلف قالت البت. فوين الفكرة؟ إحنا عشان نصنع الأنتيبادي أو أعطي فاكسين، أنا بعطي الفاكسين لمين؟ للجلايكو بروتين. فتخيل أنا عملت فاكسين لهذا الشكل، طب بعد أشهر أنا انصبت بفيرال سيل شكل البروتين اللي عليه إيش؟ زي هذا الشكل، هل الفاكسين راح يشتغل عليه؟ لا لا. واضح النقطة؟ هسا المشاكل اللي لاحظناها والطفرات اللي سمعنا عنها بالكوفيد 19، طبعا لحسن الحظ انه هاي الطفرات ما اثرت على ايش؟ على شكل السبايك بروتينز. فهي بشكل عام الطفرات كانت بعيدة عن الجين كودينج فور ذا سبايك بروتين. Because of that اكيد سمعته انه والله تطلع فايزر بتحكي لك والله الفايزر فاكسين still effective on the new mutant of مثلا او الطفرة الهندية او الطفرة البريطانية. واضح؟ فلحسن الحظ انه الميوتيشن far from the spike gene. تمام؟ فهي بتعتمد هل الطفرة أثرت على الشكل تبع الجلايكوبروتين ولا ما أثرت على شكل الجلايكوبروتين. تمام؟ فهي المشكلة اللي بتواجهنا بصراحة بالفاكسينيشن على الـ RNA فيروس. ولهذا السبب بتسمعوا إنه الفلو فاكسين أو مطعوم الإنفلونزا احنا كل سنه بتصنع مطعوم جديد. يعني الفلو فاكسين تبع السنه الماضيه will not be effective this year and the vaccine for this year will not be effective for the second year or the next year. ليش؟ لانه الفلو فاكسين it's a mutating virus. Sorry, الفلو فيروس it's a mutating virus. فلازم كل سنه نعمله. زي مثلا الكورونا فيروس، كورونا فيروس مثلا نفس الفكره. اذا بدنا نضل متعايشين معه مثلا السنوات القادمه راح يكون في عندي نيو فاكسين للكورونا فيروس اند سو. من ضمن أسوأ الار ان اي فيروسز اللي بصراحه كثير بصير فيهم ميوتيشن اللي هي الاتش اي في فيروس. هل في عندنا فاكسين للاتش اي في؟ لا بالضبط، ما في عندنا فاكسين. Still, the HIV it's one of the life-threatening يعني viral infection، وللأسف ما في vaccination، فما بصير ما بقدر حدا يحمي حاله من. واضح؟ طيب. طبعاً vaccination عشان أعطي لازم تكون immunity قوية للمريض. فمثلاً أنا ما بقدر أعطيه لمريض اميونو كومبرومايزد. يعني مثلا مريض اجاني مثلا معه كانسر وباخذ كيموثيرابيوتيك ايجنتس، انا ما بقدر اعطيه فاكسينيشن لانه انا بعتمد على الاميونيتي العاليه. اول شيء عشان تصنع الانتيبوديز، ونقطه ثانيه عشان هذا الفاكسين اللي هو بشكل عام ممكن يكون weakened virus، صح ولا غلط؟ تعرفوا أنواع الفاكسين؟ شباب سمعتوا بأنواع الفاكسينز؟
فرجيكو صورة ولا مش معي انتو؟ معك دكتور بس صراحة مش عارفة أنا نوعاً. طيب شوي خليني بس أفرجيكو هالشغلة. لأنواع الفاكسين بس هيك يعني للمعلومة العامة. طيب مبين عندكم؟ مبين. طبعا هاي هي تقريبا اشهر انواع الفاكسين، واللي معروف اللي كثير يستخدم اللي هو ال inactivated vaccine. شو يعني inactivated؟ طلعوا شو مكتوب هنا؟ killed يعني ميت. اوكي killed vaccine، killed virus، بتكون الجلايكوبروتين موجودة طبعا. بس ممكن واحد يحكي طب ما هو killed، فكونه killed إذن إلا ما يكون قتل هذا الفيروس أثر بطريقة أو بأخرى على شكل الجلايكوبروتين، صح ولا غلط؟ طيب هسا اللي أحسن منه الويكند الاتينيويتد فيروس أو الاتينيويتد فاكسين، هذا شو بكون؟ مضاعف يعني ويك فيروس. فمين بتتوقعوا الجلايكوبروتين يظل محافظ على ماهيته وعلى شكله فيه؟ الويكند فاكسين. بس وين المشكلة بالويكند فاكسين؟ انه بيضل يعمل يعني بيضل يدخل داخل الخلية ويعمل ريبليكيشن. اذا it might بالضبط، اذا it might still pathogenic. It might infect the cell. بس طبعا بيعتمد على الاميونيتي. اذا كانت الاميونيتي تبعتنا قوية عالية، هاي الاميونيتي راح تمنع الفاكسين انه يسبب المرض. فاحيانا بنسمع انه الواحد والله اخذ الفاكسين صار عليه حراره مثلا، تعب يومين زمن او شيء زي هيك، هاي بتكون عباره عن ريسبونس بالجسم انه والله دخل انفيسيف اورجانيزم وبعده لسه في روح في حياه، فبتصير عندي هاي اللي هي الريسبونس من جسم الانسان. في ناس بتحكي طب خليني اتجنب كل هاي المشاكل واخذ الجزء الانتيجينيك. اوكي الانتيجينيك بارت واعطيه للانسان، وهذا شو بنسميه؟ السب يونت فاكسينز. شايفين هنا طبعا هذا السب يونت هو اللي راح يتكون عليه الانتي بوديز، وهو زيه زي هذا السب يونت. بس وين المشكلة إذا أنت أعطيت السب يونت فاكسينز؟ مين بجاوبني؟ ممكن يتغير الشكل؟ بالضبط، إذا أنا فصلته عن موقعه الطبيعي مستحيل يظل شكله زي الشكل اللي أنا مدخله جوا الممبرين، زي شكله الموجود بالفيروس. فإلا ما يتغير شكله، وهون بنحكي إنه عشان هيك بتسمعوا انتو والله هذا الفاكسين نسبة نجاحه 50% 60% مثلا كذا، واضح؟ يعني في عندي اختلافات based on اللي هي الإفكاسي وقدرة هذا الفاكسين to activate the immune cell أو immune system. وفي عندنا النوع الجديد اللي هو nucleic acid vaccines، زي مين؟ زي الفايزر، زي الموديرنا، زي الأسترازينيكا، زي السبوتنيك. هذول الأربعة عبارة عن إيش؟ نيوكليك أسيد فاكسين. ولما أحكي نيوكليك أسيد بحكي عن DNA فاكسين وبحكي عن RNA فاكسين. شو بتتوقعوا هذا DNA؟ شو علاقته بالفيروس؟ مشابه إله؟ لا هو نفسه. هذا DNA ركزوا،
هذا الدي ان اي بيكون الدي ان اي تبع الفيروس اللي مهم لتصنيع ايش؟ يعني هو الدي ان اي طبعا جزء سيجمنت، بيكون المهم بتصنيع مين؟ السبايك او الجلايكوبروتين. باخذه وبدخله يا اما جوا فيزيكال معينه، يا اما بدخله جوا نون باثوجينيك فاكسين. يعني زي انا بدي احمله اعطيه بطريقه او باخرى، يعني نحكي هذا هو الدي ان اي حطيته جوا فيزيكال واعطيته للهيومن. هسه الهيومن راح يطلع هذا الدي ان اي بعدين يدخل على اللايف سايكل اللي حكيناها اذا متذكرين بالدي ان اي فيروس. فهذا الدي ان اي شو راح يكون لي؟ راح يكون لي سبايك بروتينز اللي راح تطلع على السطح الخارجي تبع الخلية، وبهاي المرحلة it will be recognized by the immune system to produce the antibodies. واضح شباب؟ فهنا أنا ما عملت أو ما قتلت الخلية، هو بس طلع الجلايكوبروتين على السيرفس. It will be recognized by the immune system to produce antibodies. ال RNA vaccine كمان نفس الفكرة. فمثلاً الأسترازينيكا هو عبارة عن DNA vaccine. فايزر شو؟ RNA vaccine. تمام شباب؟ فهذا بالنسبة للفاكسينيشن. طبعا زي ما حكيت احنا مش موضوعنا، يعني انا حبيت بس هيك يعني اعطيكم فكرة عن الفاكسينز اللي موجودة. اخر اشي بس نحكي عن مقدمة عن الانتي فايرال اللي راح نكملها ان شاء الله في المحاضرة الجاية. في حدا عنده اي استفسار على الفاكسينيشن شباب؟ والمطاعيم؟ في حدا اخذ المطعوم؟ انا دكتور. تمام، يعني احنا بنشجعكم يعني بصراحه الكل يسجل لاخذ المطعوم. يعني اول شيء يعني يقول بروتكت يور سيلف، وممكن حتى لو صار عندك انفكشن لا يذكر وما تحس انه في عندك كورونا او كوفيد انفكشن. هاي نقطه، يقول بروتكت ذا سراوندينجز الاشخاص اللي حواليك، فانت راح تكون الحلقه القطع اللي راح تقطع اللي هي سلسله انتشار الوباء. فبنشجعكم كلكم شباب، ما في مشكله في ريال. يعني في ريال بتحكي انا مسجل من زمان بس لسه ما طلع لنا، راح يطلع ان شاء الله يعني دور ودور يعني سريعا يعني بمراحل. بس انتم يعني تفائلوا، يعني في عنا تقريبا مش عارف انا قديش واحد بالاردن صار مطاعم، يمكن اكثر من مليون مش عارف او اكثر، which is good. فهي كمان ايجابيه حتى للناس اللي ما اخذوا المطعوم. كل ما زاد عدد اللي ماخذين مطعوم، انت للي ما مش ماخذ المطعوم انت كمان قاعد بتزيد فرصه حمايتك وتعرضك للفيروس. في سؤال كم؟ أنا دكتور. أيوة. هلأ اللي كان مصاب بعد كم فترة من الزمن لازم يأخذ المطعوم؟ والله أنا بعرف ناس أخذوه مباشرة طبعاً، يعني بس طبعاً ليش أخذوه مباشرة؟ هم ما اعترفوا أنه كانوا مصابين وما كان في الريكوردز أنه مصاب. يعني هو خلص كانت عنده كل الأعراض، و وواحد من قرايبه مثلا كان عامل فحص وكان مصاب، فبيعرف انه كان مخالط. يعني هو ديفينيتلي كان مصاب بس ما 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 كان في ريكورد انه هذا الشخص مصاب عند الحكومه، فراح سجل على المطعوم واخذه. بس هي اجمالا يعني اذا انت بدك يعني تتاكد، يعني انا بعرف كمان ناس كانوا مصابين رسمي وراحوا عملوا فحص انتي باديز
وكانت نسبة الأنتيباديز كويسة يعني جيدة في جسمهم. ففي ريبورتد بتحكي ريبورت تحكي إنه آه والله بعد 5 شهور من الإصابة ممكن تأخذ. في ناس تحكي لا بعد شهرين، بعد 3 شهور، بعد. بس لا يمنع إنه واحد كان مصاب وخلال أقل من شهر يأخذ المطعوم، ما في إشي بمنع بصراحة. بس هم بيحكوا أولويات. كونك أنت كنت مصاب، إذا أنت ديفينيتلي في بجسمك كمية مناسبة من الأنتيباديز، واضح؟ فبتركوا المجال للناس اللي ما كانوا مصابين وبعده في فرصة كبيرة إنه ينصاب بالفيروس، واضح؟ واضح، شكراً دكتور. تمام. في سؤال ثاني؟ طيب هسه الانتي فايرال ايجنتس اخر شيء نحكي بس المقدمه هاي السلايد. هسه زي ما حكينا الفيروس از ا هارد تارجت. اول سبب شو حكينا؟ فيري ليميتد نمبر اوف تارجتس، اوكي؟ اذا ليميتد نمبر of unique viral targets inside the viral cell، عدد محدود من الانزيمز موجودة داخل الخلية الفيروسية. نقطة ثانية انه الفيروس برا الخلية الحيوانية ميت. طب كيف انت بدك تعمل targeting لا خلية ميتة؟ ففي مشكلة، واضح؟ ونحن نحكي بشكل عام عشان دواك يكون effective it must target an ongoing pathway. عشان تقتل الفيروس بدك تقتل الخلية الحيوانية وتدخل جوا عشان تعمل targeting للفيرال targets الموجودة enzymes whatever. So virus are multiplying within the host cell, so it cannot be detected by the immune system. متخبي، بمعنى آخر إنه متخبي، ما بشوفه إلا لما يطلع، أوكي؟ ولما يطلع كمان بتواجه أنت مشكلة. طبعاً كيف بدي أقضي عليه؟ فهاي الأسباب ليش الفيرال سيل is a hard target. تمام. طبعا في عنا كثير مركبات انتي فايرال ايجنت راح نحكي عنها ان شاء الله المحاضره الجايه. من اشهرهم مثلا الاسايكلوفير، اكيد سمعتوا فيه، الزيدوفودين، الايدوكسيريدين، فيدرابين. وفي عنا مركبات بتشتغل على بروتيز انزيم زي الاندينافير، ساكوينافير، رامزيدفير، مجموعه كبيره من المركبات راح نحكي عنها ان شاء الله المحاضرة الجاية. في أحد عنده أي سؤال شباب على محاضرة اليوم؟ في أحد عنده أي سؤال؟ الأمور تمام يعني؟ تمام دكتور، يعطيك العافية. إن شاء الله. الكوز الثالث لسه ما حددنا، بس بنشوف إحنا كيف الوضع معكم الأسبوع هذا بالامتحانات. امتحانات المختبر، ما بعرف راح تبلش امتحانات المختبر الاسبوع هذا ولا الاسبوع الجاي. اليوم نعم اليوم بلشنا مختبرات فاينل. شفتوا كيف؟ فما عندي اي مشكله اذا لقينا سلوت او وقت مناسب للكوز الثالث على طول راح نعمله. يعني الموضوع الكره بملعبكم، اذا لقيتوا لي وقت مناسب للكوز الاسبوع هذا او بدايه الاسبوع الجاي ما في اي اشكاليه. يعني لسه معنا وقت نعمل الكويز عشان نعمل التجميع عشان تدخلوا على الفاينل عارفين تجميعكم، اوكي؟ طيب يعطيكم العافيه وان شاء الله بنشوفكم المحاضره الجايه. السلام عليكم.